وينضم معي من البرلمان مراسل التغيير محمد فراس. أهلا بك محمد. ويعني من المفترض أن يكون هناك جلسة في الساعة الواحدة ظهرا، هذه الجلسة تضم قراءة وتصويت عدد من القوانين المهمة والتي تعتبر جدلية، في مقدمتها قانون العفو العام والأحوال الشخصية. فضعنا في تفاصيل أكثر لهذه الجلسة، وهل ستعقد في تمام الساعة 1 أم سيكون هناك تأجيل؟ نعم، بدءا منذ صباح هذا اليوم تواجدنا في مجلس النواب، وإلى هذه الساعة التوافد إلى الآن لا يشير إلى أن تعقد الجلسة في تمام الساعة 1، لربما سيكون هنالك تأجيل لنصف ساعة أو ساعة أو أكثر من ذلك حسب اكتمال أعضاء مجلس النواب. جدول أعمال هذا اليوم 6 مواد، منها مهمة للتصويت وينتظرها الشارع العراقي، على مقدمتها قانون العفو العام والأحوال الشخصية، ومنها التصويت على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها، وأيضا التصويت على مشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي، واستكمال القراءة الأولى لمشروع قانون الحماية الملكية الفكرية، وأيضا وأخيرا استكمال القراءة الأولى لمشروع قانون الطيران المدني. جدول أعمال يحمل في طياته قوانين كثيرة جدلية وخلافية، وأكثر قانون لربما فيه جدلية كبيرة وخلاف مستمر هو التصويت على مشروع قانون إعادة عقارات إلى أصحابها المشمول ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، والمختصة فيه هي اللجنة القانونية ب5 مواد. هذه الفقرة تسببت مسبقا بتأجيل جلستين، عدم عقد جلسة وتأجيل جلسة أخرى، قانون خلافي إلى الآن لم تتوصل الكتل السياسية لاتفاق معين حول هذا القانون. هو في مقدمة القوانين كتسلسل لجدول أعمال جلسات هذا اليوم هي المادة الأولى، وبعدها يأتي التصويت على مقترح قانون الأحوال الشخصية وأيضا قانون العفو العام. قانون العفو العام القانون المنتظر من قبل الكثير من الأبرياء الذين يعني راحوا ضحية المخبر السري الواشي السري، بالتالي الكثير من المظلومين داخل السجون ينتظرون التصويت على هذا القانون المهم والحساس، والتي دعت إليه منظمات مجتمع مدني وقوى سياسية محلية بأن تكون له خصوصيته داخل مجلس النواب، وأن يكون له جدول أعمال مخصص ومسهل لتمريره والتصويت عليه دون معرقلات. لكن لربما الخلافات إلى الآن مستمرة، لم تتوصل الكتل السياسية لاتفاقات معينة حسب حديث عدد من أعضاء اللجنة القانونية التي اجتمعت يوم أمس، بالتالي من المؤمل أن تعقد جلسة هذا اليوم، لكن الأمر مرهون بالاتفاق السياسي ومرهون أيضا بحضور وإمكانية كم حضور أعضاء مجلس النواب وعددهم الذي يمكن الجلسة من انعقادها ويمكن رئاسة المجلس من عقد الجلسة بنصاب مكتمل دون أن تكون هنالك أو يكون هنالك خلل بالتوازنات. تحدثت أطراف سياسية وتحدث نواب عن اللجنة القانونية على أن هنالك ربما عدم ثقة بين أعضاء مجلس النواب، لذلك وضعوا 3 قوانين حساسة في جلسة واحدة، وتحدثوا أيضا على أن هذا الجدول الذي حوى قوانين مهمة 3 إن مرر أحدها فسيتمر باقي القوانين والمشاريع بالتصويت لهذه الجلسة، بهذه الجلسة تحديدا جلسة اليوم. طيب محمد، هل لديك أي معلومات متوافرة عن سبب عدم أو خلو هذه الجلسة من التصويت على رئيس جديد للمجلس، وأيضا التصويت على هذه القوانين الجدلية قبل أن يتم انتخاب رئيس جديد للمجلس؟ نعم، حينما تحدثنا مع عدد من أعضاء مجلس النواب أشاروا إلى استمرار الخلافات السياسية، إلى عدم وضوح المشهد السياسي أو التوجه السياسي لموضوعة انتخاب رئيس مجلس النواب، رغم أن هي لربما من أهم الفقرات والتي يجب أن تكون على رأس اهتمامات مجلس النواب، كون المجلس يحتاج إلى أن يكون له رئيسا فعليا لا أن يدار بالإنابة. بالتالي كان من المؤمل أيضا أن تكون جلسة اليوم هي لانتخاب رئيس مجلس النواب، ودعت قوى سياسية لأن تكون هذه الجلسة لتمرير أو التصويت على رئيس جديد للمجلس، لكن إشارات عدد من أعضاء مجلس النواب إلى الخلافات السياسية كمعرقل رئيسي لعقد أو لتمرير أو لإضافة فقرة التصويت على رئيس مجلس النواب في جداول الأعمال. نعم، كل الشكر لك محمد فراس مراسل التغيير، كنت معنا من البرلمان.